أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم والتي نرصد فيها أبرز مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. سأكون مع حضراتكم في هذه التغطية أنا دعاء جد الحق وزميلتي خلود زهران. ونبدأ مع خلود. إليك. شكرا لك دعاء. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميا. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى قبول طلب كييف للانضمام للتكتل. طلب زيلينسكي أوروبا بمراجعة علاقتها مع روسيا خاصة في مجال الطاقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات قواتها الجوية أصابت 32 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد. وأضافت الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة استهدفت مرافق مهمة في مطار عسكري بغرب أوكرانيا، وأشارت إلى أن الأهداف التي تم تدميرها تضم منظومة صواريخ مضادة للطائرات و18 موقعا لتمركز معدات عسكرية أوكرانية. تواصل القوات الروسية الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية والتي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة. هذا وقد أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تخطط للتقدم إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك في إطار عملياتها في المنطقة. وقد أعلنت الهيئة أن روسيا ستسعى للسيطرة على مدينة ماريوبول الخاضعة لحصار محكم، وكذلك بلدة بوباسنا الصغيرة في منطقة لوهانسك. للمزيد ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا. خالد، بعد التحية، يعني تنافس حاد ضمن جولة ستكون حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، آخر تفاصيل المعترك الانتخابي، وطبعا دائما ملف القوى الشرائية هو من ضمن أولويات الشارع الفرنسي. تحياتي خلود ليكي ولدعاء ولكل السادة المشاهدين. 12 يوم قبل الجولة الثانية والنهائية للإليزي، يقوم الرئيس الفرنسي حاليا وأيضا المترشحة مارين لوبين عن حزب التجمع الوطني لأقصى اليمين بجولات على الأراضي الفرنسية. بالأمس كان الرئيس الفرنسي في مدينة دونان، وهذه المدينة لم يحصل فيها إلا على المركز الثاني، وجاء ثانيا بعد جولوك ميلانشو. وأيضا ذهبت مارين لوبين إلى إحدى القرى للالتقاء بمجموعة من المزارعين. تستمر اليوم هذه الحملات. اليوم الرئيس الفرنسي حاليا في لاجرانديست، منطقة ستراسبور وشاتورنا وميلوز، وأيضا مارين لوبين في منطقة لانورماندي. هذا السباق الرئاسي
الروسي الذي تحاول من خلاله مارين لوبان أن تتناقش مع الفرنسيين من خلال ملف القوى الشرائية وتقليل نسبة الفائدة المضافة إلى 5.5%. والرئيس الفرنسي ملفات أخرى هامة، منها الملف الأوكراني وأيضا ملف التقاعد، هذا الملف الساخن. إذن نحن أمام خلود أيام صعبة، والمحللين هنا تحدثوا على أن هذه الأيام لن نستطيع يعني التعرف عليها إلا من خلال هذه الجولات التي تقوم بها كل من مارين لوبان وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خالد، ذكرت أن من أبرز الملفات التي يتم بها المرشحان بالنسبة للوبان هي فكرة القوى الشرائية، وبالنسبة لماكرون سن التقاعد وأجور التقاعد، وفي نفس الوقت الأزمة الروسية الأوكرانية. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى تمثل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية موضوع أو ملف هام بالنسبة للمرشحين؟ هل هي بالنسبة لماكرون فقط أم بالنسبة لمرشحين لكن بدرجات مختلفة؟ بالحقيقة يعني دعاء، دعيني أستطلع معك عناوين الصحف الفرنسية اليوم. جريدة لوموند الفرنسية للرد على السؤال يعني تحدثت عن أو عنوانت نقطة توتر في مشروع قانون الإصلاح التقاعد للرئيس ماكرون. لو فيجارو تحدثت عن كل من لوبان وزمور وديبونيون 40% من الأصوات الكاثوليكية، بينما أفردت جريدة لوبوان الفرنسية عنوان ديون عملة حظا سعيدا أيها الرئيس. إذن الملف الخاص بالقوة الشرائية هو أحد أهم الملفات التي تهم المواطن الفرنسي، ولكن الملف الأوكراني هو الذي أدى إلى هذه الأزمة حسب المحللين. ولهذا الرئيس إيمانويل ماكرون ومن خلال تصريح مطول لقناة بي اف ام تي في جاوب على سؤال هام جدا، هل ستذهب إلى أوكرانيا؟ فكان رده يمكن أن أذهب في حالة واحدة فقط، وفي حالة ثقتي بتحقيق تقدم ما في هذا الملف. وتحدث مطولا عن أهمية هذا الملف وإيجاد فرصة وحل، وتحدث عن جهوده حتى قبل العملية العسكرية وجولاته ما بين العاصمة الأوكرانية دعاء وأيضا العاصمة الروسية، وتحدث على أنه لن يزور أوكرانيا من أجل الزيارة أو من أجل يعني إحداث صورة معينة، ولكن في حالة التواصل مع الرئيس الروسي لإيقاف الاعتداءات سيقوم بهذه الزيارة. إذن نبقى أن الملف الأوكراني هو ملف هام جدا واستراتيجي بالنسبة للفرنسيين، وبصفة خاصة أنه يعني يدق ناقوس الخطر على الأمن، الأمن الحدود، بصفة خاصة أن هناك من المنتظر أن تكون هناك هجرات من دول معينة، وأيضا بالإضافة ل 4 مليون مهاجر أوكراني إلى أوروبا، وأيضا إلى الأمن الغذائي، وبصفة خاصة أن أوكرانيا وروسيا يعني في بيمثلوا 40% تقريبا من نسبة الغذاء العالمية أو سلة العالم كما يلقبون، وبصفة خاصة موضوع القمح والمشكلة الخاصة بنقص الوقود وزيادة أسعار الوقود. طيب، إذن ماكرون يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية يا خالد، ماري لوبان تركز أيضا على القدرة الشرائية، تركز على التضخم والتداعيات حتى على المزارعين. ماذا عن استراتيجيات احتواء أزمة التضخم، مرحلة التعافي ما بعد انتهاء العملية العسكرية؟ الحقيقة يعني خلود فيما يخص الرئيس الفرنسي كان يعني لاحظ أن في الفترة الأخيرة مارين لوبان تحقق انتصارات كبيرة وتحقق نسب عالية في استطلاعات الرأي، تحدث عن أنه سيتحدث مع المترشحين السابقين لإيجاد حل والاتفاق معا لإيجاد حلول اقتصادية يعني تقلل من نسبة التضخم ومن ناحية، وأيضا إيجاد حل لهذه المشكلة الخاصة بالعملية في أوكرانيا، وبصفة خاصة موضوع التقاعد أو مشروع القانون التقاعد أو المعاشات. كان تحدث عن سن 65 عام وقال أنه يمكن أن يغير هذا المشروع، وبصفة خاصة أنه مشروع غير يعني لم يجد صدى لدى الفرنسيين وعليه كثير من الاعتراضات. عام كارثي بسبب نقص الرقائق
في مجال السيارات وصناعة السيارات العالمية. ده معهد للتنبؤ هو الذي تحدث عن هذا، وأظهرت هذه النتيجة جريدة ليزيكو الاقتصادية، وأكدت على أنها ستظل المبيعات بعيدة أو أكثر بكثير عن 2019، وستنخفض إلى 83 مليون فقط. وفي هذه الحالة يعني النمو سيكون 3.3% بدل ما كان 6%. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة جدا للأسف الشديد. إذا استمرت العمليات العسكرية في أوكرانيا، هذا على حد قول الرئيس الفرنسي، فالأسوأ سيكون قادما، ولكنه وعد بأن تقوم الحكومة الفرنسية باتخاذ كافة الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الجميع، الشركات والأفراد، لعدم الشعور ب يعني هذه الزيادة التي طالت الجميع، وليس فقط فرنسا بل طالت جميع دول العالم. نعم، على ذكر الوعود الانتخابية خالد، كثيرا ما كنا نتحدث عن أن الوعود الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسية تحديدا ربما تكون وعود يعني غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، أو عدد منها يكون غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل أن المنافسة الآن محتدمة والمنافسة بين اسمين فقط لا ثالث لهما. إذا الوعود الانتخابية أو الأفكار والأطروحات التي هي موجودة الآن، من الممكن بالفعل أن يتم تنفيذه على أرض الواقع، أم ما زال هناك أيضا وعود ربما بعض المحللين يرون أنها لن تتحقق؟ الحقيقة دعاء يعني جميع الصحف وبصفة خاصة الصحف التي يعني هي مختصة في الشأن الاقتصادي تحدثوا عن يعني أن مارين لوبان عندما تحدثت عن زيادة المرتبات ونقص القوة ونقص القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة من 20% ل 5.5%، هي مجرد وعود انتخابية. كان قد وصفها طبعا منافسها الرئيس الفرنسي بأنها وعود كاذبة، وتحدث أيضا الجميع على أن الرئيس الفرنسي الآن يعد الفرنسيين وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بزيادات معينة اعتبارا من الصيف القادم، وأيضا تم وصف هذا الوعد بأنه يعتبر وعد من الوعود الانتخابية. الأزمة الآن هو أن الرئيس الفرنسي حتى المنتهية ولاياته حتى هذه اللحظة يفرقه نقطتين فقط عن مارين لوبان. آخر استطلاعات رأي أظهرت 52% مقابل 48%. الصراع هو على الأرض الآن دعاء بين مارين لوبان من ناحية والرئيس الفرنسي من ناحية أخرى، والحديث مع الناس والمناظرة المرتقبة أيضا بينهما يعني يوم قبل يوم 20 عفوا يوم 20 في ستمنح الفرصة أو ستعطي الفرصة لمن هو الذي سيفوز، وبصفة خاصة أن هناك صراع الآن بينهما على الذين صوتوا لميلانشون للحصول على تأييدهم. وطبعا هناك الكثير من يعني من مؤيدي ميلانشون هم من حركة السترات الصفراء. الرئيس الفرنسي بيحاول من ناحية استقطاب هؤلاء، وأيضا مارين لوبان بتحاول من ناحية أخرى لاستقطابهم. إذا نحن أمام 12 يوم من المنافسة الشديدة على الأرض، وأيضا من خلال وسائل يعني الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. الرئيس الفرنسي على فكرة سيكون هنا بمدينة مارسيليا السبت القادم، وسنكون معكم على الهواء مباشرة لتغطية يعني هذا المهرجان الجماهيري. من المعروف أن الرئيس الفرنسي حصل على المركز الثاني هنا في المدينة بعد ميلانشون. نعم، من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز بفرنسا، جزيل الشكر لك. We'll be right back.
تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال تراوح مكانها منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. المزيد عن هذا العرض مع الزميل همام مجاهد. شكرا لك يا خلود. شكرا دعاء. أهلا بحضراتكم. لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تراوح مكانها في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية وتهديد الغرب بالعقوبات مع جهود دبلوماسية لحل هذه الأزمة. المستشار النمساوي كارل نهامر الذي عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قال إن اللقاء كان واضحا ومباشرا لكنه لم يكن وديا، مشيرا إلى أنه أبلغه بضرورة وقف العملية العسكرية في أوكرانيا. في واشنطن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقد قمة افتراضية لبحث العلاقات الثنائية وأيضا الملف الأوكراني. وخلال هذه القمة الافتراضية أعرب الرئيس الأمريكي عن استعداد بلاده لمساعدة نيودلهي على تنويع مصادر طاقتها. استمرارا للجهود الدبلوماسية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إنه مستعد للذهاب إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد في إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيعمل كل ما بوسعه لوقف العملية العسكرية الروسية. في بروكسل قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الدول التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين يصعب عليها التخلي عنهما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا. وفي نيويورك وخلال جلسة لمجلس الأمن أكدت الصين أن فرض العقوبات على روسيا وإرسال الأسلحة لكييف لن يجلب السلام إلى أوكرانيا، وأن العقوبات أشعلت أسعار الغذاء والوقود وفاقمت احتياجات العالم. مشاهدينا كان هذا عرضا موجزا حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. أعود مرة أخرى إلى خلود ودعاء. شكرا لك. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم. وقالت المسؤولة الأوكرانية أنه من ضمن تلك الممرات طريق من مدينة ماريوبول المحاصرة يصلح لاستخدام السيارات المدنية.
قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة للغرب للرد على روسيا إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسابيع المقبلة. كما نبهت الاستخبارات العسكرية البريطانية إلى أن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيسك ولوهانسك، مع حدوث مزيد من القتال حول خرسون ميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك. ومن جانبها عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية عن قلقها من تقارير تتعلق باستخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، وقالت إنه إذا تم تأكيد تلك التقارير فسيكون ذلك خرقا شاملا للقانون الدولي، ومشيرة إلى أن أستراليا ستعمل مع نظرائها لتحديد دقة هذه التقارير. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن روسيا لا تزال تنقل قواتها من محيط كييف إلى شمال أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا، قائلا إن موسكو لم تحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي بعيدة المدى. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت حتى الآن 2,681,000 لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي. أضافت الوكالة أن أمس شهد دخول نحو 24,000 لاجئ من أوكرانيا مقابل 28,500 لاجئ في اليوم الذي يسبقه. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسلنا من كييف زميل محمد الزاوي. محمد، بعد التحية، دعنا نتحدث في البداية عن عدد من نزحوا من أوكرانيا حتى الآن إلى الدول المجاورة أو إلى الدول الأوروبية بشكل عام. نعم، هو في الحقيقة الأرقام تتراوح لأعداد النازحين بشكل عام، سواء إلى المناطق الداخل الأوكراني أو إلى خارج أوكرانيا. الأرقام تختلف ما بين 7 إلى 10 مليون مواطن أوكراني. طبعا بالنسبة للذين خرجوا من أوكرانيا إلى مناطق أو إلى دول الاتحاد الأوروبي يزيد عن 4 ملايين شخص، أما البقية فنزحوا في المدن الأكثر أمانا وأغلبها في مناطق غرب البلاد. إلى ذلك طبعا الآن هناك حالة رجوع للعديد من المواطنين الأوكرانيين الذين هاجروا خلال الفترة الماضية. آخر الأرقام التي أوردتها اليوم أو أوردها حرس الحدود الأوكراني هو رجوع يعني الآلاف من المواطنين. هناك حوالي 870,000، هذا الرقم قدمه خلال الساعات الأخيرة حرس الحدود الأوكراني. وحركة النزوح طبعا حتى إلى الدول الأوروبية أو إلى غرب البلاد ما زالت متواصلة، خاصة مع التحذيرات الآن بشأن ربما عملية عسكرية واسعة وهجوم عسكري واسع النطاق بمناطق الشرق الأوكراني. يعني أغلب النازحين الآن يخرجون من مناطق جنوب وشرق أوكرانيا. طيب محمد، شواهدك حتى الآن فيما يتعلق بماريوبول، وعلى ما يبدو بأنه الدائرة بدأت تضيق، وهناك أيضا يعني اتهامات خطيرة من مجلس المدينة باستخدام أسلحة كيماوية من قبل القوات الروسية، هل لديك أي تفاصيل؟ يعني ما الجديد بشأن هذا الأمر؟ نعم، هو في الحقيقة هذه الاتهامات تم أو أوردها مجلس المدينة وحتى وحدة أزوف
القوة التي متمركزة في منطقة ماريوبول. كان هناك حديث أمس عن هجوم بطائرات مسيرة استخدمت أسلحة كيماوية. المواطنين أو المدنيين وكذلك العسكريين الذين ربما تعرضوا لهذا الهجوم أحسوا بضيق في التنفس. لحد الساعة لم يكشف الجانب الأوكراني عن ماهية هذا الهجوم. في هذا الوقت طبعا ما زالت ماريوبول تعيش وضعا متأزما وبارتقاب معركة كبيرة كما يصفها الأوكرانيون هنا، قد تكون الأخيرة والمعركة الروسية بهدف السيطرة على هذه المدينة. الرئيس الأوكراني في معرض حديثه ربما عن ماريوبول وعن الحصار الذي تتعرض له منذ أكثر من 44 يوما قال بأن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية، وقال بأن القوات الروسية ما زالت تحاصر هذه المدينة بشكل كبير. لاحظنا خلال اليومين الأخيرين ربما بعض المعلومات العسكرية للجيش الأوكراني المتمركز هناك، قال بأن هناك نفاذ بشكل كبير للذخيرة ونفاذ للغذاء مما يصعب عملية ردهم للهجوم الروسي المرتقب وحتى للمعارك الدائرة الآن في مختلف أحياء المدينة. نعم، طب وبشكل عام العمليات العسكرية الروسية على الأرض الأوكرانية كيف هي الأحوال في كافة البلدات المختلفة وكافة الأماكن وكييف كيف حالها الآن؟ نعم، لو أبدأ معك ربما من المناطق التي يتمركز فيها الصراع الآن، نلاحظ تمركزا في الجبهتين الشرقية والجنوبية. لو نبدأ من مدينة خاركيف التي تواجه ربما قصفا متتاليا، آخر الأرقام عن عدد ضحايا القصف ليوم أمس هو 11 قتيلا، يعني هناك تركيز روسي على مدينة خاركيف وعلى تلك البلدات خاصة الواقعة في اتجاه إقليم الدنباس، ربما بمحاولة من القوات الروسية لمنع أي دعم خلال الأيام المقبلة من قبل القوات الروسية للقوات الأوكرانية المتمركزة في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك. إلى جانب خاركيف، القصف الروسي والهجمات الروسية تتمركز في الأساس بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك، طبعا تتم بشكل ربما ليس بالشكل المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين أو ما يسمى بالمعركة الكبرى في الدنباس. هناك تجري معارك بشكل مستمر وقصف روسي باستخدام مختلف الأسلحة، وطبعا هذا وفق التقارير الواردة من قبل القوات الأوكرانية المتمركزة هناك أو قوات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. الأمر الآخر، ربما الهجوم الروسي يتمركز أيضا في المنطقة الجنوبية، في الأساس منطقة نيكولايف تتعرض إلى استهداف مباشر خلال الأيام الأخيرة، وانتقالا من منطقة خرسون بين المنطقتين تجري معارك في مختلف البلدات وكذلك المدن الواقعة هناك. تقول القوات الأوكرانية أنها تقوم بصد تلك الهجمات وبأنها ستدافع بشكل كبير لتمنع أي دخول للقوات الروسية إلى منطقة ميكولايف، بينما تعيش باقي المناطق الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف وكذلك المدن الوسطى وكذلك الغربية هدوءا حذرا. طبعا هناك انسحاب كامل للقوات الروسية من هذه المناطق. طبعا بين الفينة والأخرى نسمع دوي لصفارات الإنذار، هناك نوع من الحياة الطبيعية بدأ يعود إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أقصد الأحياء الوسطى، كذلك إلى مناطق سومي وتشيرني. طيب محمد، أنت ذكرت بأنه الرئيس الأوكراني قال بأنه بحاجة لمزيد من الأسلحة، وبعد التطورات الميدانية الأخيرة اللي أنت ذكرتها وتيرة المساعدات الغربية خلال الأيام الأخيرة، استراتيجيات تقديم المساعدات خصوصا بعد ما حدث في بوتشا. فعلا فعلا، هو المساعدات ربما الغربية خلال الأسابيع الأولى كانت محتشمة، وهو ما أدى ربما إلى السلطات الأوكرانية للانتقاد بشكل لاذع أو توجيه انتقاد لاذع إلى الشركاء الغربيين، وكانوا قد عبروا عن خذلانهم يعني من قبل الشركاء الغربيين. لكن يبدو النداءات المتكررة ومع تواصل وتيرة الحرب
وربما النقطة التي أحدثت الفارق هي المجازر التي تم الكشف عنها هنا بضواحي العاصمة أوكرانيا كييف في مدينة بوتشا، إلى جانب الضربة الروسية التي استهدفت محطة القطارات بمنطقة كراماتورسك. كلها أمور ترعت من ربما هذا الدعم الغربي بالأسلحة، والآن بدأت الكثير من الدول الأوروبية والغربية تعبر صراحة عن موافقتها على تقديم أسلحة لأوكرانيا. آخر ربما هذه الدول كانت جمهورية التشيك، سلوفاكيا، وجمهورية البلطيق وغيرها. لذلك من المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. نعم محمد، ذكرت أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها أو تقريبا إلى طبيعتها في بعض المناطق الوسطى في كييف، فنريد المزيد من التفاصيل عن كيفية عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها. وذكرت أيضا أن من المنتظر أن يكون هناك معركة كبرى خلال الأسبوعين القادمين في دونباس، نريد تفاصيل أكثر عن هاتين النقطتين. نعم، لو نبدأ من العاصمة الأوكرانية كييف، يعني منذ انسحاب القوات الروسية أو دفعها للانسحاب كما يريد الجانب الأوكراني قول ذلك، وإعلان وزارة الدفاع الأوكرانية بأن جميع المناطق في مقاطعة كييف باتت تحت السيطرة الأوكرانية، مع خروج القوات الأوكرانية الروسية عفوا من منطقة تشيرنوبل وكذلك من منطقة تشيرنيهيف وسومي، بدأ الكثير من مواطني هذه المدن في العودة، خاصة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. حالة ربما هذا ما نلمسه ربما في محطات القطارات بمناطق الغرب الأوكراني والمتجهة إلى العاصمة كييف. حركة السيارات أيضا أصبحت الآن نلمسها بشكل كبير في مختلف شوارع العاصمة. السلطات المحلية بدأت تفتح العديد من الطرق التي كانت مغلقة، بعضها مغلق وبعضها مغلق جزئيا، بدأت تفتح بشكل كامل. هناك ربما إبعاد لتلك يعني الصعوبات التي كان يواجهها المواطنون الأوكرانيون في عملية النقل. السلطات أمس كانت فتحت جسرين كان مغلقين خلال الأسابيع الماضية. العديد من المحلات، المطاعم وكذلك بدأت تفتح ولو بشكل تدريجي، يعني الحياة لم تعد بطبيعتها بشكل كامل، وهناك مخاوف طبعا تصحبها، لكن نوع من الحياة التدريجية بدأت تعود إلى العاصمة الأوكرانية. نعم. إذا انتقلت معك إلى منطقة الدنباس وما يسمى بالمعركة الكبرى المنتظرة والمرتقبة خلال الأسبوعين القادمين وفق جميع التقارير سواء الرسمية أو غير الرسمية، فالجميع يتحضر هنا. السلطات الأوكرانية تبدئ الكثير من المخاوف خاصة مع الحشد الروسي المتزايد على المنطقة الشرقية، حتى تلك المناطق أو حتى تلك القوات العسكرية التي كانت متواجدة هنا. الحدود البيلاروسية وتوجهت إلى المناطق الروسية المحاذية لإقليم الدنباس، فيما يبدو أنه حشد عسكري كبير بهدف السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك وبما فيهما منطقة ماريوبول. تتحضر السلطات العسكرية هناك بشكل كبير، وهناك تتحدث عن تقارير ربما عن عمل خنادق وعن وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين. نعم، مراسلنا من كييف زميل محمد الزاوي، جزيل الشكر لك.
لم يستغرق الأمر وقتاً لكي تتوالى زخات الصواريخ الروسية فوق السماء الأوكرانية. لحظات فارقة بين تاريخين في مسيرة البشرية، ومواجهة عسكرية قد تتجاوز حدودها الإقليمية. فهل تفضي إلى حرب عالمية؟ يحبس العالم الآن أنفاسه خشية اتساع رقعة الصراع وسط تلويح خفي بعصا الخيار النووي. مقدمات رمادية. تستدعي من الذاكرة الإنسانية صوراً لبشاعة آخر حرب عالمية أودت بحياة ملايين البشر وخلفت صور الدمار والانهيار حول العالم بأسره. قد يحدث هذا السيناريو المروع إذا ما استمر التصدع في العلاقات الروسية الأوكرانية كأزمة ملتهبة تراوح مكانها دون حل طيلة سنوات مدبرة ولسنوات أخرى مقبلة. تساعدنا قراءة التاريخ في فهم تداعيات الأزمة وإدراك مآلاتها المستقبلية. فما جذور الصراع بين الدولتين الجارتين؟ وكيف دخل حلف الناتو على خط المواجهة ليحيل الخلاف إلى برميل بارود منفجر؟ أوكرانيا، العضو السابق ضمن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، كتبت لنفسها تاريخاً جديداً باستقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991. منذ ذلك الحين بقيت أوكرانيا حائرة بين خيارين: إما أن تبقى تحت مظلة التأثير الروسي بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الثقافية، أو أن تولي وجهها شطر الاتحاد الأوروبي مدعومة بقوته الاقتصادية ومظلته العسكرية ممثلة في حلف الناتو. خياران يعبران عن قسمة حادة في طبيعة التركيبة الأوكرانية ما بين شرق يتكلم اللغة الروسية ويرى في روسيا وطنه الأم، وغرب يتكلم الأوكرانية ويعقد آماله المستقبلية على التقارب مع دول الاتحاد الأوروبي. رأت روسيا في النزوع الأوكراني نحو الغرب تهديداً لأمنها القومي، وهي مخاوف لها ما يبررها. مع تمدد وتنامي الحشود العسكرية لحلف الناتو شرق أوروبا وصولاً للأراضي الأوكرانية، كثيرة كانت مفاصل الأزمة بين البلدين الجارين. لكن أولى الأزمات طفت على سطح الأحداث أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، حين أرادت روسيا الاحتفاظ بنفوذها في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل للروس الممر الاستراتيجي للبحر الأسود. وقتها بدا واضحاً أن القرم ستصبح ساحة صراع محتمل، ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والمعسكر الغربي برمته. العام 2004 اندلعت ما اصطلح على تسميتها بالثورة البرتقالية. تلك التي تمت برعاية غربية وتحت دعاوى ديمقراطية على رأس أهدافها إيقاف التدخل الروسي في أوكرانيا. لكن الحلم الذي بشرت به تلك الاحتجاجات الشعبية لم يتحقق خلال السنوات التالية. ففي عام 2010 صعد إلى سدة الحكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وبعد عامين أجرى مفاوضات للشراكة الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه سرعان ما أدار ظهره للاتحاد الأوروبي مفضلاً الشراكة مع موسكو. كان ذلك كافياً لاندلاع المزيد من الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الأوكرانية كييف، حتى بلغت المواجهات ذروتها عام 2000
2014 بمقتل العشرات من المتظاهرين والشرطة المدنية، فيما فر الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش إلى روسيا. في تلك الأثناء تظاهر أوكرانيون مدعومين بميليشيات انفصالية موالية لروسيا شرق أوكرانيا، ثم تحول الأمر إلى نزاع مسلح بين القوات الانفصالية والجيش الأوكراني. آلاف القتلى من الجانبين قضوا خلال تلك المعارك الدامية. قبل ما يزيد على 7 سنوات مضت، اقتنص الرئيس الروسي بوتين لحظة الفراغ السياسي الأوكراني، فبسط نفوذه على شبه جزيرة القرم، وتم إجراء استفتاء شعبي على مستقبل القرم. اختار على إثره غالبية سكان شبه الجزيرة الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. فور ذلك الاستفتاء وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدة بضم القرم إلى روسيا رسمياً. خلال سنوات التوتر تلك، تقاطرت الآليات والحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية الأوكرانية، حتى وصل تعداد المقاتلين الروس لنحو 100,000 مقاتل، زيد عليهم 70,000 آخرون كخطوة أخيرة لشن الهجوم. صور الأقمار الصناعية لأجهزة الاستخبارات الغربية أظهرت من الحشود العسكرية الروسية ما ينذر بحرب وشيكة قد تجتاز حدودها الإقليمية، لتصبح ساحة صراع مفتوح بين الدب الروسي وحلف شمال الأطلسي. فشلت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي، واصطدم كلاهما بالحائط، وآن الأوان ليتقاطر الحشد العسكري الغربي لأوكرانيا وما حولها كقواعد عسكرية متقدمة لحلف الناتو. بوتيرة متسارعة تصاعدت حدة الأزمة مؤخراً. مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف روسيا باستقلال إقليم دونباس ممثلاً في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ليبادر برلمان البلدين بعد أقل من 24 ساعة بالتصديق على اتفاقية صداقة مع روسيا، فيما وصفه المراقبون بصفعة روسية لحلف الناتو والولايات المتحدة. سيناريو مشابه لضم بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مزيد من العقوبات على روسيا قبل أيام، أكد الرئيس بوتين في خطاب حماسي أخير أن آخر أمل للخروج من شبح الحرب المقبلة سيظل مرهوناً بأن تنأى أوكرانيا بنفسها عن أي محاولة للانضمام لحلف الناتو. لكن أوكرانيا لم تفعل، ويبدو أنها لن تفعل. فهل تحمل تلك الحشود الميدانية نذر حرب عالمية جديدة؟ تكفي صور المواجهات الأخيرة ليدرك العالم أن الخراب يطرق الأبواب، لكن حكمة التاريخ تؤكد إمكانية تجفيف منابع الخطر. تستدعي الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية صوراً قديمة تجنب فيها العالم حرباً عالمية عام 1962، كان ذلك حين نشرت روسيا صواريخها النووية على الأراضي الكوبية، لا يفصلها سوى 90 كيلومتراً من أراضي ولاية فلوريدا الأمريكية. إذ ذاك تصاعدت حدة المواجهة بحصار أمريكي لكوبا وسط إعلان حالة التعبئة النووية. انتهت المفاوضات الأمريكية الروسية بمعادلة صفرية، سحبت روسيا صواريخها من كوبا، وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعض من صواريخها في تركيا، واحتفظ الطرفان بتهدئة فاترة ووفاق بارد. هل تفضي المواجهة مع حلف شمال الأطلسي لحل وسطي يحفظ ماء الوجه لكلا الجانبين المتصارعين؟ وإن حدث، فهل يسحب الناتو نفوذه الممتد في أوكرانيا، أو أن يخفف من وطأة هذا النفوذ في شرق أوروبا أملاً في تهدئة الدب الروسي؟ هل يصل الطرفان المتصارعان إلى نقطة التعادل؟ أم تجتاز الحرب الحدود لتقود الأطراف المتصارعة نحو سيناريو أسود هو الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية؟ الأيام القليلة المقبلة تحمل الإجابة.
ما زلنا نتابع آخر تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا وتداعياتها على المشهد الدولي، حيث عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة افتراضية لبحث العلاقات الثنائية والملف الأوكراني. وخلال القمة الافتراضية أعرب الرئيس الأمريكي عن استعداده لمساعدة نيودلهي على تنويع مصادر طاقتها. من جانبه كشف رئيس الوزراء الهندي أنه اقترح على روسيا عقد محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن أوضح أنه لا يعتقد أن مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردتها من الطاقة الروسية التي تمثل حتى الآن جزءا صغيرا جدا من مشترياتها. وعقب القمة الأمريكية الهندية الافتراضية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه من المهم أن تحث كل الدول التي تتمتع بتأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء تدخله العسكري في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ودفاع أمريكا والهند، كشف بلينكن أن واشنطن مستعدة لمساعدة الهند على تنويع مصادر الطاقة وفي مجال سلاسل التوريد، وداعيا بقية الدول للوقوف في وجه روسيا. من جهته قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية هو دعم الحوار والدبلوماسية والوقف العاجل للعنف. وشدد وزير الشؤون الخارجية الهندي على أن مشتريات بلاده من الطاقة الروسية في شهر أقل من مشتريات أوروبا في يوم واحد، مؤكدا أن الهند ستقوم بشراء الغاز الروسي للحفاظ على أمن الطاقة. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن العالم يعيش لحظات حرجة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومساعي الصين إلى إعادة تشكيل منطقة المحيطين الهادئ والهندي. أضاف خلال اجتماعه مع نظيره الهندي في واشنطن أن الولايات المتحدة والهند عليهما الحفاظ على توازن قوى أو توازن قوي وملائم لمنع تقويض النظام الدولي. ومن جهته لم يعلق وزير الدفاع الهندي ومكتفيا بالتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وبلاده. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا. وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن تعمل على المساعدة في تحقيقات جرائم الحرب خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا تحشد قواتها في شرق أوكرانيا وأن واشنطن تتوقع أن تحاول موسكو شن هجمات صاروخية لإحداث أضرار اقتصادية. وافقت الحكومة اليابانية على فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. شملت العقوبات الإضافية تجميد أصول نحو 400 شخص من بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونواب وأشخاص على صلة بالجيش الروسي، فضلا عن تجميد أصول مؤسسات مالية من بينها مصرفة سبير بانك وألفا بانك و26 منظمة لها صلة بالجيش الروسي بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، وكذلك حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا وحظر استيراد الآلات وبعض أنواع الأخشاب. استخدمت القوات الجوية الألمانية طائرة خاصة لنقل الجرحى الأوكرانيين إلى ألمانيا لتلقي العلاج. ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن الجنود الألمان نقلوا 12 مدنيا بينهم أطفال مصابون إلى ألمانيا وبرفقتهم أقاربهم من مدينة ريزيزو جنوب شرق بولندا. وأيضا من ألمانيا تسببت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرباك في ردود أفعال واسعة حينما طلبت بالأمس بتسليم ألمانيا أسلحة ثقيلة بشكل سريع إلى أوكرانيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، دعنا نبدأ من حيث انتهينا وآخر تصريحات بيرباك وردود الأفعال تجاهها وما الخطوات التي ستتم؟
الحقيقة دعاء، هناك حالة من الاختلاف في وجهات النظر هنا في ألمانيا بخصوص توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا تحديدا. سياسيين مثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وبعض أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ مثل رئيسة لجنة الدفاع ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، وهناك ثلاثة سوف يتوجهون من البرلمان الألماني البوندستاغ اليوم للحدود الأوكرانية البولندية في بالقرب من مدينة لافيف تحديدا للقاء بعض البرلمانيين الأوكرانيين لتقديم الدعم لهم. الحقيقة اختلاف وجهات النظر، أنالينا بيربوك تطالب بتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، دبابات وطائرات وحاملات طائرات وما إلى ذلك وحتى سفن حربية، ولكن المستشار الألماني أولاف شولز له وجهة نظر مختلفة. هو طالب أنالينا بيربوك صباح اليوم بضرورة ضبط النفس، وقال أن عملية توريد أي أسلحة ثقيلة إلى الجانب الأوكراني يجب أن تتم بالتفاهم مع الحلفاء سواء الأوروبيين وأيضا سواء الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الحلفاء في العالم حتى يتم تسليم هذه الأسلحة بشكل مشترك. حقيقة هناك بعض وجهات النظر حتى العسكرية هنا في ألمانيا. المستشار السابق للشؤون العسكرية للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل رافض لهذا الأمر، وقال عند تسليم أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والطائرات وما إلى ذلك إلى الجانب الأوكراني سوف تكون هناك حربا عالمية ثالثة في العالم بشكل كامل، وبالإضافة إلى أمر تقني غاية في الخطورة وهو أن القوات الأوكرانية إذا أرادت التدريب على دبابة مرديرة التي تطالب بها وبعض أنواع الطائرات وحتى ليوبارد الدبابة الألمانية الشهيرة تحتاج إلى شهور طويلة من التدريب على هذه الأسلحة التكنولوجية المعقدة. ودي وجهة نظر بالمناسبة أيضا وجهة نظر وزيرة الدفاع الألمانية لامبرخت ووجهة نظر أيضا المستشار الألماني. هذه النوعيات من الأسلحة التي تطالب بها أوكرانيا هي أسلحة متقدمة جدا تحتاج إلى شهور وأسابيع طويلة حتى يستطيع القوات الأوكرانية التدرب عليها، ولكن وجهة النظر الألمانية هي مختلفة إلى حد ما أيضا عن وجهة النظر الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا التي تطالب بضخ كل الأسلحة إلى الجانب الأوكراني، ولكن ألمانيا تعامل بواقعية. حسب المستشار الألماني ضخ مثل هذه الأنواع من الأسلحة الآن على الأراضي الأوكرانية لن تستفيد منها أوكرانيا بأي شيء. نعم. طيب برلين أوبك غير قادرة حتى الآن لتعويض أي خسارة متعلقة بإنتاج النفط الروسي نتيجة للعقوبات، يعني وجهة النظر الألمانية حتى الآن فيما يتعلق طبعا برد الأمين العام لمنظمة الأوبك، خاصة بأنه هناك حديث من قبل الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي. بالتأكيد خلود، بالأمس كان هناك اجتماع لوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وكان هناك تكليف من الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأوبك بالقيام بمسح للواردات الروسية لمنظمة الأوبك. الحقيقة عمين عام المنظمة أخبر الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر إذا أردتم عدم استخدام النفط الروسي وعدم شراء النفط الروسي سوف يكون هناك عجزا يوميا بنسبة 7.5 مليون برميل بشكل يومي. الأزمة الاتحاد الأوروبي بيشتري نفط خام من روسيا بقيمة 450 مليون يورو بشكل يومي وليس سنوي، 450 مليون يورو بشكل يومي، فهيكون في عجز كبير جدا في السوق في العالم بشكل كامل، ولن تستطيع دول الأوبك منظمة الأوبك تعويض كل هذه الخسائر لعدم ضخ روسيا كل هذه الكميات في السوق العالمية. لذلك هو أوصى بعدم القيام بهذا الأمر. لذلك خرج جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالأمس بعد الاجتماع وقال كنا نتشاور فقط. الحقيقة كانت هناك تصريحات حتى من هنا من الجانب الألماني أن في النهاية سوف يكون هناك قرار، ولكن المفاجأة جوزيف بوريل قال كنا نتناقش حول عدم شراء النفط من الجانب الروسي. نعم، ولم ولكن تكن هناك نية لإعلان عدم شراء عربي في هذه النقطة تحديدا. المستشار الألماني في أكثر من مرة صرح عن الاستقلال النفطي من روسيا خلال العام الجاري وكان يؤكد على هذه النقطة في أكثر من مرة. بالتأكيد المستشار الألماني وأيضا روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أكد ربما بحلول هذا العام سوف تستطيع ألمانيا البعد عن كل النفط والفحم، الفحم منتصف أغسطس والنفط بنهاية هذا العام، ليس ألمانيا فقط ولكن الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا الأمر تحديدا خلود، حتى بعض المحللين الألمان يشكون في هذا الأمر، يشكون أن ألمانيا لن تشتري نفطا بحلول نهاية العام نظرا لعدم وجود أي مصادر أخرى لهذا النفط سواء لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. كل دول منظمة الأوبك تقريبا وصلت لحدود إنتاجها سواء دول عربية أو دول مختلف دول المشتركة في منظمة الأوبك، لا يوجد أي مصادر أخرى جديدة. ربما الأمر سيطول أكثر من ذلك، ولكن في النهاية هذه التصريحات الألمانية ربما وجدت ألمانيا مصدر آخر، ولكن لا توجد معلومات حول هذا الأمر.
نعم، دعنا نبقى في نفس الملف، ملف الطاقة وروسيا، وهذا شيء معروف طبعا أنها بدأت تطالب الدول التي تأخذ منها طاقة بتسديد ثمن هذه الطاقة بالروبل الروسي. واليوم زميلنا حسين مشيك كان يحدثنا عن أن الآن ربما يكون هناك أصبح خياران أمام هذه الدول التي تتعامل مع ملف الطاقة مع روسيا، إما تسديد بروبل أو بالذهب. هل هناك مناقشات في ألمانيا أن بالفعل من الممكن أن يصل الأمر إلى التسديد بالذهب أو الروبل؟ الحقيقة المستشار الألماني وكل قادة الاتحاد الأوروبي منذ البداية أعلن أنهم لن يدفعوا سواء بالروبل أو بالذهب أو حتى بالبيتكوين أو بأي عملة أخرى. الدفع فقط سوف يكون بالدولار أو باليورو حسب التعاقد. وكل التلفونات التي تمت والاتصالات التي تمت بين المستشار الألماني وحتى رئيس الوزراء ماريو دراجي الإيطالي وأيضا الرئيس إيمانويل ماكرون، أكد لهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عليهم الاستمرار في الدفع بالدولار أو باليورو كحالات استثنائية في المستقبل. لم يذكر نهائيا حسب الاتصالات التلفونية التي يعني المعلومات خرجت على لسان أولاف شولز لن تكون هناك عملية دفع بالروبل في المستقبل أو حتى بالذهب، ولكن كل السيناريوهات مفتوحة بالطبع نتيجة الضغط. لو اتخذ الاتحاد الأوروبي فجأة قرارا بعدم شراء النفط من الجانب الروسي، ربما ستعلن روسيا أن عملية بيع النفط سوف تكون بالذهب أو حتى بالروبل. يجب أن تدفع ألمانيا بشكل مباشر بالروبل، لأن عملية تحويل الروبل الآن تتم عن طريق غاز بروم بنك ليس عن طريق ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ما زالوا يدفعون بالدولار أو باليورو، ولكن عملية التحويل تتم عن طريق غاز بروم بنك. لا يوجد حظر على غاز بروم بنك تحديدا، لا توجد عقوبات ضد هذا البنك. طيب عربي، الحكومة الألمانية تقدم حزمة مساعدات للشركات المتضررة نتيجة طبعا للعقوبات الاقتصادية ونتيجة لارتفاع التكاليف ونقص المواد الأولية. حتى الآن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل الحد من الأضرار، الحقيقة الخطوات كانت على مستويين حسب وزارة المالية الألمانية، كانت على مستوى المواطن الألماني والشركات الألمانية. على مستوى المواطن الألماني سوف يتم ضخ تقريبا 11 مليار يورو عن طريق دفع 300 يورو لكل موظف في ألمانيا عن طريق رب العمل كإعانة لبدل للطاقة وأسعار البنزين التي ارتفعت، وأيضا لكل طفل 100 يورو على أموال الأطفال التي يحصلون عليها هنا في ألمانيا عن كل طفل في ألمانيا وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تخفيض سعر البنزين 30 سنت عن كل لتر و16 سنت عن لتر الديزل. وأيضا سوف تكون هناك تذكرة يستطيع المواطن الألماني التحرك بها في عموم ألمانيا بتسعة يوروهات فقط، على الرغم من أن سعر التذكرة في مدينة برلين بشكل منفرد 83 يورو، ولكن هي مساعدة من الحكومة الألمانية. ولكن هذه التذاكر سوف تبدأ بداية من شهر يونيو المقبل عندما توفر الحكومة الألمانية كل الأموال اللازمة لذلك. ولكن كل هذه البرامج حسب المحللين حتى هنا في ألمانيا وحتى حسب أيضا وزير الاقتصاد كلها فقط لمساعدة المواطن الألماني، ولكن كل هذه المساعدات لن تتسبب في خفض الأسعار. ما زالت الأسعار ترتفع هنا في ألمانيا، و 75% من الشركات الألمانية أعلنت أنها سترفع أسعارها خلال الثلاث أشهر المقبلة. هي محاولة من الحكومة الألمانية فقط لاستمرار قوة العملية الشرائية للمواطن الألماني حتى تحافظ عليها الحكومة الألمانية، لأن أرقام التضخم يعني مرشحة هنا في ألمانيا للارتفاع بشكل سريع جدا نتيجة ارتفاع طبعا أسعار المواد الخام في العالم تحديدا التي تأتي من روسيا. زميلي عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من برلين، شكرا لك.
ومشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى روسيا لمتابعة المؤتمر الصحفي بين الرئيس الروسي والرئيس البيلاروسي. وسام علمي وخاصة في مجال التقنيات والفضاء، وقد اتفقنا على الاستمرار في تعزيز مثل هذا التعاون، وكذلك حول مسح الأرض عن بعد من خلال أجهزة المراقبة الرقابة المتلفزة التي يتم إنتاجها عبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيصالها إلى دول في هذا الاتحاد، وكذلك يتم العمل على تطوير هذه الأقمار الصناعية بما في ذلك في مطار فاستوتشني. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات البيلاروسية سوف تعمل هنا في منطقة آمور، وكذلك تحدثنا عن رحلة تحليق رائد الفضاء البيلاروسي والتي يمكن أن تجري في القريب العاجل. وكحليفين قريبين وجارين، نحن نعتمد على المبادئ الثابتة للاحترام والصداقة والجيرة المعززة بالقيم التاريخية وال الأسرية، وأن بيلاروس هي شريكنا في فضاء رابطة الدول غير المستقلة. واليوم قد تحدثنا عن أن حجم التبادل وصل إلى حوالي 40 مليار دولار. لقد قامت الدول الغربية بشن حملة عقابية ضد روسيا وبيلاروس، ونحن مع ذلك سوف نستمر في بناء دولة الاتحاد، وسوف نتصدى لأي محاولات لكبح تطور بلدينا وكذلك عزل اقتصادنا في على النطاق العالمي. وأقول بأن هذه المحاولات غير مجدية، فإن روسيا وبيلاروس تربطها الكثير من العلاقات الاقتصادية والتاريخية وكذلك بالعلاقات الشراكة، وأنا واثق من أننا سنكون أقوى كوننا سوف نعمل على تعزيز مؤهلاتنا ولن نكون معزولين أبدا. يتم العمل حول استبدال البضائع وكذلك تشبيع الأسواق المالية وأسواق البضائع، وكذلك تنظيم التجارة المتبادلة وإبعاد جميع الحواجز بين المواطنين الروس والبيلاروس في مجال التجارة. وبالتالي في عام 1998 كانت البرنامج موجه لذلك، وحتى عام 2023 نعمل على المنظومة البنكية والتكامل في أنظمة أو منظومات الدفع وكذلك الجمارك، ويتم العمل على مسألة إطلاق المركز المشترك للمخاطر المالية. وكذلك نحن أخذنا بالاعتبار مطالب الجانب البيلاروسي بتقديم القروض من روسيا، وأنا واثق من أن هذا سيعزز المجال المالي لدولة الاتحاد. وتم كذلك العمل على مشروع سوق الطاقة، وروسيا تقدم أرخص الأسعار للغاز والنفط إلى الأسواق البيلاروسية الداخلية، علما على أن الدفع سيكون بعملة الروبل، وهذا كله سيساعد على تحسين معيشة المواطنين وكذلك عمل المؤسسات البيلاروسية. كذلك يتم العمل على المحطة الكهروذرية البيلاروسية والتي سيتم بناء الوحدة الثانية منها في نهاية هذا العام. وفي مجال
النقل يتم إطلاق منظومة لمراقبة سير البضائع وكذلك الرقابة على النقل، ولا بد من تعزيز المسارات اللوجستية في الاتجاهين الجنوبي والشرقي لتعزيز وصول بضائعنا إلى الخارج. وكذلك ناقشنا مسائل تشكيل فضاء دفاعي مشترك، وكذلك تحدثنا عن إجراءات حماية الحدود الغربية وكذلك التدريبات المشتركة. وقد أعلمت السيد ألكسندر حول معطيات ومجرى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على ضوء العمليات التي تسير بالمواساة معها. وكذلك أشكر السيد ألكسندر على تنظيم عدة جولات للمحادثات على أراضي بيلاروسيا، والحوار قد أصبح ممكنا مع الجانب الأوكراني بفضل الجهود والإسهامات التي يقدمها السيد ألكسندر لوكاشينكا، وخاصة من خلال تقديم ساحة ومنصة لإجراء هذه المحادثات. وناقشنا اليوم كل مجالات التعاون بين البلدين، وقيادة بيلاروس سوف تزور، ووفد البيلاروسي سوف يزور فلاديفوستوك، وكذلك سوف نزور المراكز الثقافية، وكذلك إنجازات فلاديفوستوك في الجوانب الاقتصادية والمالية وغيرها. وأعتقد بأن هذه الزيارة ستكون ممتعة بالنسبة لنظيري، وأشكركم على حسن الاهتمام. الرفيق بوتين المحترم، السادة والسيدات، قبل كل شيء بودي أن أشكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين على حسن الضيافة واستقبال على هذه الأرض. وهذه الزيارة تثير انطباعات رائعة جدا في هذه المنطقة الفريدة من نوعها، وكانت بالنسبة لي نسبة معينة من رومانسية. ولأول مرة نحضر ميدان إطلاق صواريخ الفضاء، مما زاد انطباعات جميع الأعضاء لوفدنا. وهذا المشروع لا مثيل له في العالم. موضوع غزو الفضاء العلمي موضوعنا المشترك، وفي وقت الاتحاد السوفيتي جرت مساهمة كبيرة في هذا المجال، ونحن وصلنا في تطوير علم غزو الفضاء وأنجزنا منجزات جديدة في هذا الموضوع، ونعتز بمنجزاتنا ونجاحاتنا في هذا المجال. هناك تطوير بحث الكرة الأرضية عن بعد والاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية، وقد حان الوقت لفتح طريق جديدة لرواد الفضاء البيلاروسيين. وأشكر الرفيق الرئيس على دعمه لهذه المبادرة الجديدة والمشاركة في إعداد أطقم من رواد الفضاء وتمويل هذه العملية. وكذلك طبعا ناقشنا المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع العالمية. هناك مرحلة جديدة لما تسبق
في علاقاتنا مع الغرب، وشددت في المحادثة مع الرئيس الروسي على إذا كانت هذه العملية العسكرية مؤجلة حتى لنسبة بسيطة، كان الجانب الأوكراني مستعد للحق ضربة شديدة جدا، ضربة ساحقة بتعبيرهم على الأراضي الروسية. هناك انتقادات، ربما بدأت العملية في وقت غير مناسب وفي مكان غير مناسب، لكن الاستباقية أفضل من التأخير في مثل هذه الأحوال. هناك أصوات كثيرة وناقشنا هذه المسألة وعملياتهم النفسية التي أجرتها بريطانيا، وكيفية إجراء هذه العملية عن طريق تسجيل أرقام السيارات وأسماء المواطنين الذين انتقلوا من مكان إلى آخر وعبروا الحدود في مكان فلان. في وقت السابق اعتبرنا الحرب الباردة منتهية، ونحن سنعيش في عالم جديد، وفي الظروف الجديدة المنشأ على القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وفجأة واجهنا ظروف جديدة، وهذه الظروف والأوضاع الجديدة لم تنشأ من تلقاء نفسها. من الواضح اليوم أن هذا الصدام أصبح لا بد منه ولا مفر منه، وإذا تأخرنا في سباق العملية ربما كانت التداعيات أسوأ بكثير. اليوم ناقشنا أيضا مسألة استبدال الصادرات والانتقال إلى أسس التعاون الجديدة، وعلينا أن ننظر إلى يوم الغد وندع استراتيجية اقتصادية جديدة لبناء الدولة المتحدة. يقال أن العالم لن يكون مثل ما كان سابقا، إذا اعتبروا المستقبل مستقبل مريح، أعتقد يجب عليهم أن ينسوا في مثل هذه التخيلات. كان سياسي كبير في أوروبا في منتصف القرن الماضي وحاول إقامة النظام الخاص به، ونعرف جيدا بما انتهت هذه العملية ومحاولاته، وفي واشنطن يجب أن لا ينسوا ذلك. أجدادنا انتصروا في الحرب العالمية،
وسننتصر في المستقبل. وأشكركم على الانتباه. شكرا. نطلب من الرئيسين الإجابة على سؤالين، على 4 أسئلة من كلا الطرفين، بس سؤالين. تفضلوا. قناة يونتي. السيد أناتولي، طاب نهاركم. سؤالي لفخامة الرئيس بوتين. لقد تحدثتم بأنه هذا يحمل رمز كبير، بأن اللقاء مع السيد مع فخامة الرئيس لوكاشينكا في مطار فاستوشني، وأن هذا المشروع يعتبر عالمي. وسأبدأ سؤالي من أن الرئيس لوكاشينكا هو الرئيس الوحيد من الدول الأجنبية التي زار الذي زار هذا المكان، فهل هذا يعتبر رمزا بالنسبة لروسيا ولبيلاروس؟ ولكن نحن نواجه الكثير وخاصة روسيا بأن هناك معلومات بأن بيلاروس هي الشقيق الأصغر لروسيا. فعلى ضوء الأحداث الأخيرة أود أن أسألكم بشكل شخصي، إلى أي مدى تعتبر بيلاروس دولة غالية عليكم؟ أود أن أركز هنا على الكلمة الثانية وليس على الصغير، وإنما على الأخ، فنحن دائما كنا أخوة، وعلى خاصة الأشهر الأخيرة لم تغير أي شيء ولا وجود لأي شكوك إن حدا قدم لنا دعما ومد يده لنا فهو بيلاروس، فإن تاريخنا على مدى عقود يظهر بأنه لا حدود بين روسيا وبيلاروس، فأين تنتهي بيلاروس وأين تبدأ روسيا؟ فكل هذه المسائل تؤكد على وحدة الشعوب، وخاصة الشعوب الروسية والبيلاروسية والأوكرانية. إنما جرى في أوكرانيا اليوم هو بسبب أنهم لم يتركوا لنا أي خيار آخر، وكانت المسألة هي مسألة وقت لا أكثر. وفيما يخص بيلاروس فقد عبرت عن موقفي، فوجود فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكا هو ليس فجأة وليس صدفة. أولا هذا يؤكد مستوى علاقاتنا، ومن الناحية الثانية إذا أخذنا البراغماتية التي يتحلى بها ألكسندر لوكاشينكا، وخاصة بدعمه لإنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة مثل المطار الفضائي، وإن القانون المشترك لمنع الشركات الأجنبية والشخصيات المعتبرة والطبيعية كان غير مفروض أو تحرم من العمل في هذه المشاريع، ولكن الآن تم تغيير هذا القانون، ويمكن لهذه الشركات وخاصة الشركات البيلاروسية أن تشارك في هذه المشاريع. إضافة إلى ذلك فيمكن كذلك مشاركة ليس فقط المعماريين وإنما كذلك التقنيين والخبراء البيلاروس، فهذا ليس مجرد مشاركة المعماريين البيلاروس في بناء مبنى المطار الفضائي، وإنما أيضا التقنيين والخبراء في صناعة المحطة وكذلك مركبات الفضائية. فإن الخبراء البيلاروس قد حافظوا على تلك المؤهلات التي كانت موجودة لديهم، والآن يتم العمل على أحد الأقمار الصناعية المشترك الذي يتم العمل عليه، والتجميع النهائي لهذا القمر الصناعي سيتم على أراضي بيلاروس. وبالتالي فنحن نطور هذا المجال الذي ورثناه عن الاتحاد السوفيتي ونعمل عليه. وأؤكد مرة أخرى بأن هذه الزيارة هي زيارة رمزية، وتؤكد كذلك تقاربنا بين البلدين. أعتذر. السؤال من الصحفي كان موجه بملاحظة
الفرق بين الأشقاء الكبار والصغار. ربما أنا شخصيا استخدمت مثل هذه المصطلحات والمفردات، وكنت أسمي ربما بأننا في عائلة الأشقاء، في العائلة دائما الشقيق أكبر والشقيق اللي وهذه العبارة كانت بها معنى. اليوم في حديثنا بانفراد قدم زميلي جميع الإمكانيات التي يمتلكها الشقيق الأصغر. نحن اليوم دولة فضائية، وإذا مركزنا على تطوير هذه الصناعات الفضائية لما نكن متطورين بهذا الشكل مثل اليوم من حيث التقنيات العالية. ومدرسة سوفيتية كانت حسنة، واعتمادا عليها أطلقنا القمرين الصناعيين والذين يعملان في الفضاء لحد الآن. المحطة الكهربائية الذرية كانت مبنية في بيلاروسيا بواسطة شقيقنا الأكبر روسيا، وروسيا ممكن تأتي بمفاعل الذري ونحن نبني بقية العناصر اللازمة لهذه المحطة. وبنينا شركة كبيرة، وركزنا اهتماما كبيرا بالغا لمسألة ضمان الدفاع المشترك والجيش المشترك في الغرب. وتتعرض بيلاروسيا مثل روسيا بنفس الشدة بنفس القوة. وفي اليوم الثاني للعملية المنطلقة أنا قلت شخصيا أننا لا نسمح لأي أحد بإطلاق النار على ظهر شقيقنا روسيا، ونرى ما يحدث هناك، ونرى كيف الأمريكان يدفعون أوكرانيا وجارتنا بولندا للمواجهة ضد روسيا. وهناك معنى كبير، الشقيق الأكبر دائما